توريس ومش عايزين وجع دماغ وحالة المطالبة بفلوس ولا المطالبة بتاع وخلي العملية تمشي كده فما حدش هيسأل فيك. الحقيقة ده اللي بداية كان بعد الثورة بدأت أطالب بالحاجتين، بكرامة الجيش المصري من خلال مقابرهم والفلوس اللي احنا عليهم. أنا ممكن من شهرين ثلاثة بس من خلال مطالعاتي للصحف القديمة في سنة 1917 جريدة المقطم لقيت خبر صغير كده مكتوب فيه المعونة البلجيكية لإنقاذ الشعب البلجيكي من الجوع ومرض السل. يعني مصر كانت بتدي بتقرض الحكومة البلجيكية ضد الجوع، ده صليب أحمر، فدي هبة. يعني أرسلنا إلى شعب بلجيكا لإنقاذه من الجوع ومرض السل. فأرسلت ملكة بلجيكا خطاب إلى مصر من خلال سكرتيرها بتقول إني أشكر شعب مصر وسلطانه عظيم الشكر على ما قدمه من عطاء جزيل لإنقاذ الشعب البلجيكي من الجوع ومرض السل، وسوف يدون هذا في الكتاب الملكي البلجيكي ليعلم العالم من كان إلى جوار بلجيكا ومن كان ضدها. لكن دي جريدة مصرية ما نقدرش نستخدمها وإحنا بنكلم أجانب، كان لازم اتجه لبلجيكا علشان ادور على الكتاب الملكي البلجيكي اللي دون في هذا الكلام بحسب كلام الملكة، اقدر اجيب الوثائق اللي مكتوبه بخط اليد. يعني احنا ممكن نحاول ان احنا نعرضها وحتى الشيكات. يعني الشيك ده شيك الملكة بلجيكا قسمت الفلوس الى ثلاث اجزاء التلت وبعتت لسلطان مصر كانها بتقول له شوف حضرتك انا قسمت الفلوس اللي انت بعتها لي ازاي، تلت للملابس العسكريين وتلت للتمريض لان هي كانت رئيسة الممرضات والتلت التاني للاكل. وادي توزيع الفلوس اللي مصر تفضلت بيها. دي الشيكات اللي احنا بنعرضها على الشاشه دلوقتي، دي الشيكات اللي قدمتها الحكومه المصريه بالزبط. للحكومه البلجيكيه. ده غير طبعا الوثائق مكتوبه باللغه الفرنسيه بخط اليد كما هو ظاهر. لو حضرتك تترجم لنا اللي مكتوب فيها لو حضرتك تترجم لنا الكلام يعني كل ده بس يعني لا يعني الفحوى يعني ملخص ان هي بتقول له بشكر العظيم شكر لشعب مصر وانا قسمت الفلوس على النحو التالي. ويمكن هتلاقي حتى توزيعه للاموال اوريها لحضرتك. اتفضل. توزيعه حتى كتباله بعد كده يعني الاول بخط اليد وبعدين بعد كده عامله اهي توزيعة الاموال ازاي عشان تتصرف بشكل كأن واحدة او دي الملكة، انت بتتكلمي في ملكة بلجيكا فهي عايزة تقول له انها احسنت التصرف للراجل اللي فضله للبلد اللي فضله عليها احنا وزعنا الفلوس بهذا الشكل. هذا هو احترام ودي العلاقة اللي كانت رائعة بين شعوب العالم وشعب مصر الذي كان ينال احترام العالم وما زال الحقيقة. يعني احنا يمكن صحيح في الظروف الحالية يمكن احنا عندنا قهر علشان لا تقوم مصر بهذا الشكل مرة اخرى. يعني ده معمول له مليون حساب في اوروبا ان الشعب ده والجيش ده لو قام سيسيطر على العالم بهذا الشكل. والله يا دكتور حضرتك منحتنا طاقة من الأمل في هذا المساء، فتحت صفحة من التاريخ ربما كانت معتم عليها محدش عارف إذا كان ده عمدا ولا سهوا، لكن في الحالتين بطولات وصفحات نحتاج جميعا أن احنا نتذكرها. أنا عرفت أن حضرتك هيكون عندك مؤتمر صحفي في الأسبوع المقبل وهتعلن بالزبط. إيه اللي هتعلنه بالظبط يا دكتور؟ هو الحقيقة احنا جاي منظمة بلجيكية تزور مصر والدول العربية و هي ما عندهاش فكرة عن هذا الكلام وتطبطب علينا ان احنا متشكرين على المساهمة الشكلية التي ساهمت بها. فاحنا هنعلن ان احنا مساهمتنا ما كانتش الشكلية، الجيش المصري كان